الإعلان عن طفرة كبيرة بتشهدها طبعا حركة النقل في قناة السويس. الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أكد أنه إيرادات القناة في شهر يناير 2023 زادت بنسبة حوالي 45% مقارنة بنفس التوقيت من العام الماضي، وأوضح كمان أن الإيرادات دي في زيادة مستمرة مع وجود قناة السويس الجديدة اللي ساعدت على عبور كثير من السفن. وقال كمان أنه إيرادات قناة السويس في زيادة مستمرة من عام 2020 لحقنا فيه 5.8 مليار، وارتفعت في 2022 لتصل ل 8 مليارات. وقال كمان أنه في عام 2023 قد تصل إيرادات القناة إلى 8.6 مليار دولار. يا ترى إيه السر الارتفاع الكبير أيضا في هذه الإيرادات؟ هل ده طبعا يعني مؤشر كمان على بداية تعافي في التجارة الدولية وبالتالي عبور مزيد من السفن والبضائع؟ هنشوف. خلونا نستقبل مع حضراتكم على الهاتف سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. أهلا بك سيادة الفريق، منورنا. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني طبعا إعلان كبير عن طبعا زيادة كبيرة للغاية بوقع 45% في شهر، يعني حضرتك بتقرأ إزاي هذه الزيادات؟ وهل ده نتيجة التعافي؟ يعني ممكن نقول إنه حركة التجارة العالمية بتتعافى شوية وبالتالي هتأثر علينا إيجابا إن شاء الله في الفترة القادمة؟ طيب في البداية بنعزي طبعا الشعب المصري وأسرة الدكتور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، ونعزي طبعا رجل النزيه، رجل نزيه شريف وخدم البلد خدمات جليلة، ربنا يرحمه يا رب، يتغمده برحمته يا رب ان شاء الله، ربنا يتغمده بوسع مغفرته ورحمته يا رب. امين امين. طبعا احنا الحمد لله يمكن شهر يناير عاملين 802 مليون دولار بزياده حوالي زي ما حضرتك قلت يمكن 47% كمان عن السنه السابقه. هنا ده بيعكس طبعا نجاحات السياسات التسويقيه والتسعيريه للهيئه، وبيعكس اهميه قناه السويس الجديده. ان احنا بنأكد على الموضوع ده، بس عشان كان برضو الكلام اللي بيتقال ان قناه السويس الجديده ملهاش لازمه وصرفنا فلوسنا على الفاضي ودي ترعه وهنخسر. لا، هو لولا قناه السويس الجديده ما كناش نقدر نوصل للارقام اللي احنا بنقول عليها دي، ان يبقى السنه اللي فاتت مثلا معدي 23855 سفينه، وشهر يناير معدي 2159 سفينه، زياده 21% عن السنه اللي فاتت. تحقيق برضو بالدولار كنا حققنا 8 مليار السنه اللي فاتت، وقبل قناة السويس الجديدة كنا بنحقق حوالي 4.8 مليار دولار. فواضح جدا ان قناة السويس الجديدة فتحت مجال لقناة لتصنيف جديد كانش موجود، خلت كل التوكيلات الملاحية والخطوط الملاحية كلها تبقى البديل الاول والاخير ليها هو قناة السويس. فده طبعا عمل زيادة في عدد السفن اللي بتعبر قناة السويس، وبرضه في رواج زي ما حضرتك قلت في التجارة العالميه من بعد كورونا على طول، يعني من 21 سنه 21 22 في تقدم بالنسبه للتجاره العالميه، ده يمكن اللي زود اعداد السفن والحمولات والعائد بالدولار. ما ده شيء جميل جدا، يعطينا برضو انطباع ايجابي حوالين الاقتصاد العالمي في هذا التوقيت، فبرضو قياده قناه السويس تعتبر مقياس ذلك. طب ايضا سياده الفريق عايزين يستفيد بوجود حضرتك معانا، وحضرتك طبعا تعلم انه قناه السويس مستهدفه من سنه 1956 بكثير من الشائعات واللغط واحيانا عدم الفهم الصحيح. يعني انا مش عايز اكرر موضوعات تم الرد عليها، ولكن نستفيد بوجود حضرتك شخصيا معانا في نفي كل ما يتعلق طبعا ما تم نشره من بعض العقود انا المزوره الحقيقه، واي حد يعني هيدقق هيعرف ان هي مزوره. حضرتك بتنفي ايضا كل هذه العقود او انه في شركه تتولى ايضا اداره الخدمات في قناه السويس؟ طبعا احنا مش بننفي، بس احنا بنقول ده زيف وغير صحيح وافلاس من اللي بيقولوا الحاجات دي. هي ان احنا كل ما بنحقق نجاحات بنجد امامها اقلام ومنشورات وكلام يتقال عشان يحبط الشعب المصري وياخده في اتجاه برضه ان اللي احنا الاداره السياسيه والقياده السياسيه بتحاول تبيع القناه، بتحاول تعمل حق امتياز 99 سنه، كل ما نقدم حاجه ونجاح كويس بيبقى في مقابل. احنا طبعا احنا بنقول لا، ده زيف، كلام مش مظبوط، واحنا هنتخذ حقنا القانوني ان احنا نقاضي هذه الشخصيات
لان اولا زورت طبعا في عقد، زورت في امضاءات لسياده الرئيس، زورت في امضاءات لرئيس الوزراء، واحنا برضو وكلام على القناه مش مظبوط، كل ده احنا برضو هنقضيهم ان شاء الله. لكن طبعا هو من الاول والاخر قناه مصريه وهتظل مصريه، وطبقا للدستور طبعا احنا القناه دي حق للشعب المصري، ولا يمكن التفريط فيها ولا يمكن البيع فيها ولا اعطاء حق امتياز. يعني احنا خلصنا حق الامتياز من 56، هنرجع له تاني دلوقتي. القناه بتكسب، وكل سنه بتكسب، وكل شهر بتكسب احسن من اللي قبله. بنعمل تطوير في المجرى الملاحي، بنعمل تطوير في الاسطول، كل دول. واحنا بنفكر ان احنا ندي حق امتياز او اداره لشركه اخرى او لحد تاني. طب ما احنا الشركه بتاعتنا الحمد لله والهيئه بتاعتنا بنجاح بتدير قناه السويس، وبتحقق نجاح من نجاح. يمكن قناه السويس الجديده لغايه بعد حادثه ايفر جيفن، شفنا ازاي حليناها ازمه كورونا وازاي تعاملنا معاها. كل الازمات الحمد لله ربنا بيجيب ازمات بنتعامل معاها ونطلع منها كمان كسبانين. ويمكن الوقت قريب كان في 3 سفن يمكن كانوا عطلوا في قناه السويس، وكانوا برضه ده اول امبارح كان في سفينه صغيره صح؟ وقدرنا ان احنا بالخبرات الموجوده المتراكمه والقدرات بنقدر ان احنا ننهي اي ازمه باداره سليمه وبسرعه يعني. وده مهم جدا، وطبعا واضح الفرق يعني مع اي اخبار. طبعا العالم بيهتم باي نص معلومه عن قناه السويس، ولكن الحمد لله نجحنا في اكتر من مره في تعويم كتير من القاطرات والسفن اللي شحطت في قناه السويس. طبعا احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا سياده الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس.